بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة English Zone 5th year، منهج English Zone سنة 5، البلاي المقررة علينا اللي هي Captain Eco. We will explain the text and after this we'll ask and answer questions about it. وإحنا بنقرأ التكست يا جماعة هنسأل أسئلة، نلاحظ ازاي بنسأل الأسئلة دي. The setting of scene 1، ده scene 1 المشهد الأول. The setting يعني المكان اللي موجود فيه اللي تدور فيه الأحداث. The setting is called the setting، المكان. Captain Eco and Mrs. Smith are standing at the front of a classroom full of students. يبقى كابتن إيكو هو وميسيز سميث واقفين قدام فصل مليان بالطلبة. ميسيز سميث قالت ايه؟ ميسيز سميث بويز اند جيرلز، بتخاطب الاولاد بتقول لهم بويز اند جيرلز. I would like you to meet كابتن إيكو، احب ان انتوا تقابلوا كابتن إيكو. كابتن إيكو ده بيشتغل ايه؟ ديفندر اوف ذا اوف بلانيت ايرث، هو ده المدافع عن كوكب الارض. كابتن إيكو رد قال ايه؟ ثانك يو فور انفايتنج مي تو توك يور كلاس توداي اباوت ماي فايت تو بروتكت ذا وورلد اجينست بوليوترز. بيفور اي ستارت داز اني ون هاف اني كويستشنز؟ فكابتن إيكو بيشكر طبعا ميسيز سميث ولا ثانك يو فور انفايتنج مي، شكرا على ان انتوا دعوتوني تو توك تو يور كلاس، ان انا اجي اكلم الفصل. هيكلم الفصل عن ايه؟ اباوت ماي فلايت تو بروتكت ذا وورلد اجينست بوليوترز، ان هو هيحمي العالم من الملوثين. Before I start, does anyone have any questions? يقول قبل ما ابدا هل في اي حد عندكم فيكم عنده اسئله ليا؟ داني تومسون بوتس هيز هاند اب، داني رفع ايده علشان يسال سؤال. ميسيز سميث لما داني رفع ايده علشان يسال سؤال، داني تومسون، فميسيز سميث بتقول له Yes, Danny, ask your question. أيوة يا داني اسأل السؤال. But don't make an wizens of yourself. ما تستخفش بنفسك. يعني ما تسألش أسئلة فيها إيه إزعاج. ما تزعجش، ما تزعجناش. داني قال no, Mrs. Smith. لا يا Mrs. Smith. كابتن إيكو why do you wear a mask؟ وسأل السؤال ده مباشرة لكابتن إيكو، قال له why do you wear a mask and a cape؟ انت ليه لابس ماسك and a cape؟ they look really silly، اللي انت لابسهم دول شكلهم كده سخيف عليك. ميسيز سميث لما داني قال كده فرحت متدخلة، اتدخلت ميسيز سميث وقالت داني تومسون That's not very polite. انت كده غير مهذب. Don't be such a cheeky boy. ما تبقاش ولد ايه كده مقلب. Don't be such a cheeky boy. Captain Eco, don't worry, Mrs. Smith. Captain Eco بيقول لمسز سميث don't worry. لا ما تقلقيش. Mrs. Smith. I can handle this. أنا هرد على السؤال ده. داني the cape is fireproof. بقول داني بقى the cape is fireproof. بيحميني من النيران. It protects me from spilled chemicals. بيحميني من المواد الكيماوية المسكوبة. And other pollution. وبعض التلوثات الأخرى. يبقى ده السبب اللي خلاه بيلبس ايه؟ this cape. يبقى why does Captain Eco wear a cape؟ because the cape is fireproof. It protects me from spilled chemicals and other pollution.
Danny, and do you wear the mask because you are ugly? Danny سأله سؤال تاني وقح. قال له and do you wear the mask وبتلبس الماسك علشان انت شكلك قبيح. Mrs. Smith, Danny Thompson, how dare you be so rude to our guest today? بتقول ازاي انت تجرؤ ان انت تكون وقح كده مع ضيفنا النهارده. Captain Eco, it's fine, Mrs. Smith. No, Danny. بيقول لمس سميث لا fine, it's fine. وبيرد على داني قال له I wear this mask to hide my real identity. أنا بلبس الماسك علشان أخفي شخصيتي. ليه هو عاوز يخفي شخصيته identity؟ بيقول I have made a lot of enemies doing this job. لأن أنا عندي أعداء كتيرة وأنا بقوم بالوظيفة دي. My family and friends would be in danger. وأسرتي وأنا هنكون في خطر. If the polluters knew who I was. لو الملوثين دول تعرفوا شخصيتي وعرفوا أنا مين هكون أنا وأسرتي معرضين للخطر. And where I lived. وهيعرفوا طبعا أنا عايش فين. Mrs. Smith, I think we have had enough questions. راحت متدخلة بقى Mrs. Smith وقالت I think we have had enough questions. أعتقد أن احنا كده خدنا أسئلة كافية for now. Captain Eco, why don't you tell us? بتقولي Captain Eco, why don't you tell us about your work? ليه ما تكلمناش بقى؟ بتقول لي يعني لكابتن ايكو كلمنا بقى دلوقتي عن ايه؟ عن your work، كلمنا عن العمل بتاعك. طيب بعد ما عرفنا التكست النص الاحداث اللي حصلت في سين 1 let's see the questions about this scene. This presentation is produced by Mr. Hassan Abdul Ghani Taha. Telephone number is 011-437-89-420. بعد كده هنيجي على الأسئلة بقى الموجودة على سين 1 اللي احنا قرأناها. Number 1, where are Mrs. Smith and Captain Eco standing? كانت Mrs. Smith وكابتن إيكو واقفين فين؟ Yeah, at the front of a classroom full of students. كانوا واقفين قدام فصل ملان بالتلاميذ. After this, who is Captain Eco? مين هو Captain Eco ده يا جماعة؟ مين يا شباب؟ He is a defender of planet Earth. ده المدافع عن كوكب الأرض. What's Captain Eco talking about? Captain Eco كان بيتكلم عن ايه؟ هيكلم التلاميذ عن ايه؟ His flight to produce the world against polluters. الحرب بتاعته، الخناقات بتاعته علشان يحمي العالم من الملوثين. After this, what question did Danny ask? ايه السؤال اللي داني سأله يا جماعة؟ داني سأل إيه؟ Why Captain Eco wore a cape and a mask؟ هو سأل ليه كابتن إيكو كان لابس a cape and a mask؟ Why does Captain Eco wear a cape؟ لما رد على كابتن إيكو بقى لما رد على داني قال له هو لابس الكيب ليه؟ It's fireproof. علشان ده بيحميه من النيران. It protects him from chemicals and other pollution. وده اللي بيحميه من الكيميكالز المواد الكيماوية والملوثات الأخرى. After this, why does Captain Eco wear a mask? طيب ليه كابتن إيكو كان بيرتدي ماسك قناع؟ احنا شفنا الولد داني بيقول له انت لابس الماسك علشان انت أجلي. لكن الرد المنطقي بتاع كابتن إيكو كان إيه؟ Why does Captain Eco wear a mask to hide his real identity؟
علشان يخفي شخصيته، مش عاوز حد يعرفه علشان يبقى مخفي شخصيته. طيب after this why does Captain Ico want to hide his identity؟ طب ليه هو عاوز يخفي شخصيته، ما يسيب نفسه كده ايه علني معروف للناس، ليه عاوز يخفي شخصيته؟ as he had made a lot of enemies doing his job، لانه ليه عداوات كتير لما اشتغل بالوظيفة دي. وزي ما هو قال ان his family، لو الناس عرفته his family he and his family may be in danger، هيكون هو واسرته معرضين للخطر from the polluters. Okay after this دي كده كانت الأسئلة الموجودة على سين 1. Let's go to scene 2. Read the text and answer the questions. نتمنى ان احنا نكون استفدنا كتير من 2 pages اللي هما scene 1. Reading the text, questions and answers. Goodbye for now till we meet in scene 2. I wish you good luck.